السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نقدم لكم واحد الخدمة اللي كتجي هنا في الحاشية ديال الراندة. هذه هي الراندة اللي خدمت وضعت ليها، رجعوا القناة غتلقاو هاد الخدمة من البداية. كنتمنى ان هاد العمل ينال الاعجاب ديالكم. فاول حاجة تنديروها تنجيو لهاد الحاشية هادي اللي فيها هاد السنينات هادو، هما اللي غادي نخدموا عليهم. نقرب الكاميرا، فغنجيو هنا ما بين هاد الغريزه وهاد الغريزه، يعني غنبقاو نخدمو حنايا هنا في الوسط. هنا اول حاجه نثبتو، بعد نثبتو الخيط. هاد الخيط هذا مبروم على ثلاثه شعرات، مبروم على ثلاثه شعرات. انا هنا نتابعو معايا مزيان، نخلي هاد الغريزه وهادي وهادي وغنجي لهادي. هنا عينكم ميزانكم، كل وحده تخدم على حساب اللي بغات. فانا شحال خليت؟ واحد جوج ثلاثة، غنجي الرابعه. الرابعه هي اللي غادي نخدم فيها، ما تزيروش الخيط هنايا، خليوه بهذا الشكل، يعني يكون مرخوف لان احنا غادي نخدمو عليه. فالخيط ها هو في هذا الاتجاه، الخيط في هذا الاتجاه، يعني خرجوا الابره من وسط ديال الخيط. كذلك هنا ما تزيروش الخيط بزاف، خلوه مرخوف بهذا الشكل. فهنا انتبهوا معايا مزيان، نرجعوا الخيط في هذا الاتجاه وغنجيو ما بين هاد جوج الخيوط وغنطلعوا الابره بهذا الشكل. انتبهوا معايا هنا مزيان، هنا ولات عندكم هاد الشكل هذا بحال الشكل ديال رقم 8 او المهم. غنرجعوا غندخلوا الابره من الاسفل، يعني من الاسفل ديال هاد الخيط هاد الشكل هذا، وغنجرو. وهنا شو انت لاحظوا مزيان كيفاش غادا تجمع عندنا هاد الغريزه. نرجعو نوضعو الثانيه حتى هي، ندورو الخيط في هاد الاتجاه. لاحظوا هنا، شو هنا كيفاش ولا عندكم هاد الشكل. ندخلو الابره من الاسفل، لاحظوا مزيان هنا كيفاش غادا تجمع، غتولي عندكم بهاد الشكل هذا. دائما يعني سيروا غير بشويه عليكم حتى تتعلم، دخلوا الابره من الاسفل. وغادي نستمروا حتى نعمروها كامله. البدايه غتجيكم، يعني لاحظوا معايا هنايا مزيان، تندخلوا الخيط ملي تتولي عندنا هذا الشكل ترجعوا نخرجوا الابره من الاسفل. الطريقه سهله وتتجي تجيب واحد الشكل رائع. كاين هنا اللي تيوضع الدرس، انا وضعت واحد الخدمه يعني وضعت لها الفيديو ديالها سابقا، درت نفس هاد الخدمه اللي تتجي في الحاشيه ديال الراندا، وضعت فيها نوع اخر من الدرس، درت فيها هذا. هنا علاش انا بغيت نبدل، فضلت اني نستعمل هاد اللون تيجي واضح. فهنا انا كملت هاد العمل هذا كملتو، فغنجي لاحظتو معايا هنايا مزيان، غنخدم في هاد الغريزه اللي حداها، اللي يعني اللي حداها، باش غنسد هاد الخدمه هادي. خاصنا هنا صافي، هنا دابا سالينا هادي وغنبداو عاود وحده اخرى جديده. فانتبهوا نخلي واحد اثنان ثلاثه اربعه، كيما قلت لكم هنا عينكم ميزانكم في العدد، كل وحده تخدم على حساب هي الراندة اللي عندها. كاين غتبغي تستخدم يعني دير عدد اكبر باش تجيها يعني واضحه. هنا ملي غنثبتو هنا الخيط، ترجعوا لهنا ما بين هادي وما بين هادي، غتلقاو هاد الغريزه هنايا، ديروا الخيط بهذا الشكل. ودائما هنا رخفوا الخيط باش تبقى لكم هاد الدائره اللي غادي، هاد نصف دائره اللي غادي نخدموا عليها. فهنا رجعوا نخدموا عادي كيف ما كنا خدامين، رجعوا ما بين هادي بهذا الشكل، وغادي نرجعوا نعمروا، ندخلوا الابره من الاسفل وغنرجعوا نعمروا بنفس الطريقه حتى نكملوا. وما تنساوش اعزائي اللي بغات الدروس ديال الكروشي تنضم القناه ام مريم للكروشي، انا غادي نوضع لكم الرابط اسفل الفيديو. قناه مازال جديده، كنتمنى انكم تدعموني بالاشتراك في القناه
واللي عجب الفيديو تبارطاجيه، يعني اي وحده باش كل شيء يستافد كل شيء يتعلم. فهنا من بعد ما وصلنا لهاد المرحله هذه بقينا غاديين خدامين، هنا شنو غادي نديرو؟ هنا غنثبتوا هاد الخدمه، هاد الخدمه خصنا نثبتوها. كيفاش غنثبتوها؟ اول حاجه طلعوا الخيط، فغنرجعوا في هاد البلطنيته هذه اللي هنا. اول حاجه غادي نطلعوا الخيط من الثوب، من بعد غنرجعوا نضربوا في هاد البلاصه هذه، وفي نفس الوقت غنحاولوا نثبتوا هذه بالاصبع ديالنا. في نفس الوقت غنحاولوا نثبتوا هذه بالاصبع ديالنا، وغنطلعوا الابره من هاد الجهه هذه. فنجروا الابره، غير غتجروا الابره غادي تثبت، ما يبقاش يبان. فهنا تبتات هذه ما بقاتش كتبان. رجعوا نعاودوا نفس العمليه هنا، غندخلوا هنا، شوفوا الخيط فين كاين، نرجعوا لهنا هاد القنيته هذه اللي كاينه هنا في الراس. حنا باغين غير نثبتوا، في نفس الوقت نشدوا هذه بالاصبع ديالنا ونطلعوا هنا الابره بهذا الشكل هذا. فانتوما كتجروا في الخيط وهذه كتبت. لاحظتوا معايا هنا ان الخيط ما بقاش تيبان، هادو كاملين ثبتناهم بقاش هنا الخيط تيبان. نرجعوا نعاودوا نفس الطريقه كما قلت لكم. فهنا وضغطوا على هذه بالاصبع ديالكم، دخلوا الابره وغطلعوها وركوا على هاد اللي حداها، اطلعوها من هنا في الوسط، الوسط ديال. فهنا نتوما كتجروا الخيط وهذه كتبت غير بوحدها. هي تبتات، هنا بقى لنا الخيط هو هذا. نرجعوا نكملوا نفس الطريقه، نبقاو غاديين بهم كاملين حتى نكملوا هذه الخدمه هذه. فهنا هي هذه الخدمه تجي بهذا الشكل هذا. مازال انا بقى ما خدمتش هذه الجهه هذه، غندوروا هنا حول العمل كامل، ندوروا عليه كامل حتى نكملوا. هنا في الاسفل وضعت ملاقيه السلسول حتى هي وضعت لها الفيديو ديالها اللي بغات تعلم ليها. نتمنى انني نتذكر نوضع لكم الرابط ديالها، هذه ملاقيه السلسول. هنا كملوا الخدمه، انا باقا هنا ما كملتش. وشكرا على المتابعه.